سيادة اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، ازيك؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. إمتى يا فندم سعر العربية ينزل بنفس معدل نزول سعر العملة الصعبة؟ بص حضرتك، بالنسبه للسيارات طبعا في الفتره اللي فاتت عرض وطلب، وكان المعروض قليل، يعني نفس العربيه المعروض كان قليل، وكان زي ما انت بتقول الدولار كان وصل ل 70 وال 65، فطبعا كانت العربيات غاليه. النهارده بعد الحمد لله لما الدولار نزل، واخد بال حضرتك، طبعا انت عارف طبعا ان العربيه عشان تيجي من بره بتاخد وقت، يعني بتاخد لها من شهر لمفيد 3 شهور. 45 يوم حد اقصى، 45 يوم. 45 يوم، احنا لسه ما كملناش 45 يوم، احنا لسه في الاول. ولكن رغم هذا، رغم كده، ان العربيات النهارده الاوفر برايز نزل بالكامل. الاوفر برايز نزل بالكامل في العربيات، يعني كان في عربيات اوفر برايز بتاعها 500 و600، والعربيات الكبيره كانت وصلت لمليون، النهارده كل الاوفر برايز نزل، ما بقاش في اوفر برايز في السوق. مش كله يا فندم. لا يا فندم، حوالي 80. انا حضرتك انا بكلمك، انا في الغرفه التجاريه وعارف بقول لك ايه، وعارف عارف الدنيا ماشيه على عيني وعلى راسي. بس انا نزلت كل المعارض جميع العربيات، انا نزلت المعارض شفت وسالت على الاسعار، لسه الاسعار في السماء. لا ما فيش اوفر برايس يا فندم، في عرض وطلب. في ايه بقى؟ ان لسه البضاعه قليله في في في, في المعارض، البضاعه لسه قليله مش كتير، الزيرو بالذات. لكن عليك المستعمل طبعا، في واحد معاه عربيه مستعمله عايز يبيعها، دي حاجه بترجع له هو بقى، دي ده سوق تاني بتاع سوق المستعمل. انا بكلم حضرتك في السوق اللي هو الوكلاء، وبكلم حضرتك على طبعا ما فيش النهارده، يعني احنا بقالنا فتره طويله ما عندناش فتح اعتمادات مستنديه للسيارات، لغايه بقالنا سنه او اكتر من سنه، بقالنا يمكن سنتين ما فيش اعتمادات مستنديه، يعني بيدخلوا العربيات باعداد صغيره جدا الوكلاء، فعملها صعبه من السوق. والتجار واخد بالك اللي كانت بتفتح لهم اعتماد مستند على نموذج 4 وبيدخلوا عربيات والبنك يوفر لهم. عبد السلام ما كانش فيه الكلام ده. عبد السلام بيه، حضرتك عارف انه السوق اتبدر تجار من بتوع اول امبارح، شويه عيال صغيره. التجار دول يا فندم اللي هي اتفتحت لهم بدر. انت فاهم حضرتك طبعا الموضوع اللي هو الجماعه اللي عاملين في الخارج، فدي كانت سبوبه كويسه للناس كلها. ومن قبلها يا فندم حضرتك عارف السوق اتبدر، عيال صغيره بقوا منتشرين زي البلي، كل واحد طبعًا فيهم مأجر له دور ارضي في عماره وقلبها معرض. بيعمل ايه؟ صح. بيجي ليوسف يقول له نعمل استيراد شخصي، يوسف مش عاوز العربيه، بص هنعمل بس الاستيراد الشخصي وانا واخدها منك. فالعيال بتروح حاطه عندها 6-7 عربيات من يوسف ومن ملاح ومن عمرو ومن زيد ومن عبيد، بقى عنده عربيات زيرو موديل 23 و24 من غير اعتمادات ولا بتاع، وبيشتغلوا كانوا مع السوق السوداء وهم السبب في السوق السوداء. اصبحت عندي العربيات سعرها في السماء. بسبب ايه يا فندم؟ ان ما فيش اعتمادات مستنديه للوكلاء وللتجار الكبار اللي موجودين، وللناس اللي بتفتح على نموذج 4 اللي هو الراجل عنده عامل بتاع استراتيجيه وعايز يجيب عربيات لحسابه، فبدات ظهرت الناس اللي انت بتقول عليها دي، وبقى يشتغلوا لحسابهم. ايوه واخد بال حضرتك، ويجيبوا دولار بالسعر الغالي ويستوردوا بيه عربيات. لان الناس اللي قاعدين في الخارج حضرتك بقى عرفوا قيمه الدولار غالي، فبداوا برضه يعملوا نفس الاسلوب. صح. ان هم يجيبوا عربيه ويبيعوها، فدي عملت هو عرضه. لكن النهارده حضرتك لما الحمد لله رب العالمين، النهارده الحكومه بدات هتفتح فعلا اعتمادات مستنديه للمصانع بتاعتنا، وهتفتح اعتمادات للوكلاء، فبالتالي العربيات هتبقى كتير، يعني عرض وطلب. لما العربيات تكسر عند الوكيل عايز يبيع والموزع عايز يبيع، مش هيبقى فيه بقى لا اوفر برايس ولا حاجه. هو اللي بيحدد سعر العربيه مين؟ الوكيل. نفس البني ادم اللي بيجيب عربيه من بره زي ما انت بتقول كده، ويبيعها لحسابه ويبيع للتاجر والمعارض اللي تحت السلم والكلام ده، ده بسبب ان ما كانش الوكلاء مش عارفين يجيبوا عربيات، هم بيقدروا يجيبوا عربيات بطريقتهم. طيب النهارده الكلام ده طبعا هيتغير، يعني حضرتك مع الوقت كل ده هيتغير يا فندم. النهارده انا بتكلم ناس من مصانع سيارات هنا في مصر. أيوة. بدا يجهزوا لهم فعلا ويفتحوا لهم اعتمادات على سعر البنك على 31. حلو. فازاي يعني هياخد الدولار ب 31 وهيبيع ب 70؟ ده بقى جمله مهمه جدا، هستاذن ان انا استفسر عنها كويس من حضرتك. يعني دلوقتي البنوك بدات تتكلم مع الوكلاء الكبار اللي عندهم مصانع تجميع في مصر عشان يتفتح الاعتماد على السعر الرسمي بتاع البنك، صح كده؟ جميل. طيب هل ده معناه ان انا هرجع تاني ابص على تطبيق كذا تطبيق كذا المشهورين الكبار،
الاقي السعر بتاع الوكيل هو ده اللي انا هروح اشتري بيه؟ طبعا طبعا يا فندم طبعا. والنهارده فندم على فكره والله النهارده بدات فعلا في ناس بتخش تشتري بسعر الوكيل النهارده. الوكيل النهارده خلاص هم عارفوا ان ايه الدولار نازل وفي اعتمادات بتتفتح، فكله بدا خلاص دلوقتي كله بدا النهارده يبيع. في شغل النهارده في السوق، في شغل وفي بيع وشراء، ان الناس خلاص بيروح بيخش ما عجبوش السعر ما بيشتريش، ان هو عارف كويس كده بيشتري بالسعر الرسمي، ما فيش حاجه اسمها اوفر برايس. والعميل النصح يعمل كده يخش الشركة في سعر وكيل موجود يشتري بيه، لان الوكيل بيدي خصم للموزع بتاعه بيديله 3%. امتى اقدر ادخل للمعارض والشو رومز بتاعت الوكيل الاقي عنده السعر الرسمي قابل للتنفيذ؟ يعني على امتى اقدر اروح للشو روم دي واقول له السعر بكام؟ هيقول لي والله الرسمي المعلن 10 جنيه، هقول له انا عايز احجز العربيه. تمام حضرتك، الكلام ده مجرد يا فندم ما هو يبتدي يفتح الاعتماد المستند، يبتدي يتفتح ويبتدي هو يجيب البضاعه بتاعته على الاعتماد المستند اللي مفتوح، ومفيش فيه فرق سعر في الدولار بتاعه طبعا. لان هو كمان لعلمك ده في نقطه مهمه جدا يا فندم، هو لما كان ب 70 ويجي يعمل الفاتوره بتاعته على 30، لان الحكومه هتحاسبه على كده مش هتحاسبه على ال 70، فعنده نسبه كبيره قوي في الربح، ما ينفعش المشكله. فهو النهارده عايز يمشي مظبوط، اي وكيل اي صاحب مصنع عايز يمشي مظبوط. انت هيمشي مظبوط ويمشي الدنيا هتبقى صح ليوم ما يعمل الكلام، يوم ما يتفتح الاعتماد المستند. وفعلا بدات يا فندم ده البنوك، انا النهارده كنت في كذا بنك قالوا احنا فعلا بدانا هنجهز خاصه المصانع. حلو. خاصه المصانع. حلو. هنبدا في المصانع، وبعد كده طبعا اكيد الوكلاء لازم، لان الوكيل ده النهارده ده وكيل عربيه بره يعني. الوكيل ده لما بيجي يتكلم على المصنع بتاعه في اوروبا بيلاقى بيقول له لا انت ما بتاخدش الكميه بتاعتك، ما دي برضه مشكله طبعًا. بالنسبه له مشكله طبعا، هو عليه حصه ليه كوتا لازم ياخدها، لما ما بياخدهاش بيوديها بلد ثانيه. طبعا طبعا كله عايز يعني طبعًا. يعني على بعد العيد كده في الايام اللي جايه دي، وفعلا الاسعار فعلا نزلت، صدقني الاسعار نزلت ونزلت النهارده في السوق، هتلاقي في اسعار ثانيه خالص، اسعار بسعر الوكيل ويسأل بسعر الوكيل بكام، ويروح عند اي معرض هيبيع له بسعر الوكيل. هو بصراحه الناس برضه زي ما انت قلت حضرتك، الناس برضه خايفه يعني، التجار برضه خايفين. ايوه، السعر ينزل اكتر من كده، الدولار ينزل اكتر من كده. واخد بال حضرتك؟ يعني استنى بعد العيد، يعني بعد العيد الاقي انه خلاص كده سعر الوكيل هو السعر بتاعنا، اتمنى ذلك. يعني ان حصل بعد العيد كده يبقى خير وبركه. انا بشكرك جدا سياده اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبه السيارات بالغرفه التجاريه.